برحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام في القسم الحواري، واللي هيكون لنا فيه حديث في إطار الاحتفالات بالذكرى رقم 42 لتحرير سيناء، وكمان هنتكلم عن عيد العمال. الحديث هيكون من الجانب الإعلامي لأبرز ما تشهده مصر الجمهورية الجديدة، مشروعات استثمارية وطفرة تنموية كبرى في كافة المجالات. هنستضيف في هذه الفقرة الأستاذة الدكتورة هبة الله نصر حسن، أستاذ الإعلام السياسي المساعد بجامعة أسوان. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور، منورانا دايما وكالعادة. دكتورة، نبتدي ب 25 أبريل، عيد تحرير سيناء. سيناء ظلت محبوسة 17 عام منذ أو 15 عام، من 67 لغاية 82، لغاية لما رفع عليها العلم المصري. هنقول إن في جزء من سيناء ساعتها لسه ما كانش يتاخد، اللي هو طابة، لكن دخل في مسألة التحكيم لغاية لما قدرنا ناخدها في 89. كيف تري المفاوض المصري، رؤيتك يعني للمفاوض المصري أو الدبلوماسي المصري في إجراء العملية التفاوضية بينه وبين الجانب الإسرائيلي أو حتى من خلال وسطاء، لغاية لما قدرنا ناخد سيناء في 82 ثم طاب في 89؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا سعيده ان انا موجوده معاكي استاذه شادية. احنا اسعد والله. في اسبوع الاعياد يعني طبعا. عندنا 25 ابريل وعندنا 1 مايو وعندنا كمان احتفالات عيد القيامه، ف كل عام جميعا بالف خير طبعا، اقباط مصر وكلنا بالف خير ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. مصر زي ما حضرتك بتقولي، يا مصر كلها غاليه علينا طبعا، لكن لو احنا بنتكلم على سيناء، وفيها يمكن احنا لسه سيادة معالي رئيس الوزراء مفتتح مشروع التجلي الأعظم، فسيناء فيها أقدس يعني بقع على الأرض على الإطلاق يعني. فاحنا إذا اتكلمنا برضو عن سيناء، سيناء الأنبياء يعني، سيدنا إبراهيم، سيدنا يعقوب، سيدنا يوسف، سيدنا موسى، فاحنا بنتكلم على قدسية الأرض. نعم. يعني احنا مش بنتكلم على سياسة او دبلوماسية بقدر ما احنا بنتكلم على ان هي قد ايه غالية على كل، يعني احنا مش هنقول بس المسلمين، لا. نعم. يعني كل الأطياف. احنا عندنا في سيناء، يمكن سيناء بنقدر نقول عليها البوابة الشرقية لأي غزو يعني. صحيح. بداية من الهكسوس، التتار، المغول، كل يعني كل أشكال الغزو والاحتلال يدخل من سيناء، من الشرق على طول، من عن طريق سيناء فعلا. وطبعا آخر حرب كانت على الإرهاب سنة 2018. صحيح. برضو كانت في سيناء. فسيناء يعني سيناء غالية يعني. احنا يمكن نفتكر يعني، وانا يمكن كنت صغيرة، لكن فاكرة لما الرئيس السادات أخذ رجال الدولة وصلوا في سيناء ورفع العلم على البقعة اللي بس أول بقعة استلمها قبل. صحيح. 25 إبريل. صحيح. بعدها طبعا الرئيس مبارك لما برضو راح ورفع العلم. فسيناء بالنسبة لنا هي مش بقعة عادية، أو زي ما حضرتك بتقولي إن إحنا استردينا طابة، هي ليها قداسة خاصة كده. بالضبط. هي يعني إحنا بالنسبة لنا يعني، لو إحنا بنتكلم عن المفاوضات أو المفاوض المصري، إحنا بنقول هو ابن الأرض اللي كان بيتكلم، هو بيدافع عن أرضه وشرفه وعرضه. فسينا لآخر رملة إحنا بندافع عنها، كل رملة في مصر عزيزة علينا. فإحنا إذا كنا بنتكلم عن المفاوض المصري، هو مش بيتفاوض على حتة أرض، لا، هو بيتفاوض على شرف، على عرضه وعلى شرفه حقيقي. فكانت الـ يعني إزاي بيقاتل، لو إحنا بنقول إن المقاتل المصري بيقاتل بالسلاح في الحروب، فهو كمان عندنا مقاتل دبلوماسي. صحيح. قد إيه، ويعني يعني يمكن دكتور مفيد شهاب وهو بيتكلم عن الأيام دي، وإن هم إزاي استردوا الأرض، وإزاي بيجمعوا المستندات، وإزاي إن هم بيدافعوا، وإزاي هم بيجيبوا خرائط قديمة، عشان بس يعني هي حتى إسرائيل بيقولوا ده يعني ده قطعة صغيرة جدا، ده هي انتو تقريبا يعني انتوا باصين لدي. فاحنا لا، احنا بالنسبة لنا مصر كل قطعة في مصر، فطبعا ديت ليها قداسة يعني. فطبعا الحمد لله استردينا سيناء واستردينا طابة، والحمد لله الجيش المصري، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقول لآخر قطرة في دمنا يعني، أنا أستشهد قبلكم. فطبعا لما يكون القائد هو الحامل الراية، فطبعا إحنا كلنا وراه، فبنحافظ على كل شبر في مصر. الجندي المصري عزيز علينا قوي، هو مننا، أخويا وأبويا، أنا جدي شهيد حرب الاستنزاف،
فاحنا كلنا من بورسعيد بقى نفس المنطقه اللي هي الملتهبه كانت وقتها يعني، فعارفين قد ايه يعني شهيد يعني ايه ان هو يحافظ على الارض. فيمكن شهاده جدي كانت في 6/8/70، 6/8 ده افتتاح القناه الجديده. صحيح. فمصر ولاده بكل انجازاتها. حقيقي. فمش معنى ان واحد بيستشهد في تاريخ، لا، هو ده نفس التاريخ اللي كان فيه واحد بيروح، احنا بنفتتح مشروع عظيم اللي هو القناه الجديده. احنا يمكن اتكلمنا عن المفاوض المصري يا دكتوره، بس انا هنا عايزه اتكلم عن الانسان المصري عموما. يعني احنا لما خدنا حرب الاستنزاف الإنسان المصري فيه هو كان البطل الحقيقي. لما دخلنا الحرب بشكل رسمي في 73 كان ده المحارب المصري. لما ابتدينا نتفاوض على سيناء وخدناها في 82 ده كان طرف ثالث يعني. الرابع اللي هو لجأ للتحكيم الدولي. الإنسان المصري إلى أي مدى كان له دور في كل هذه النجاحات اللي تحققت، وكل نجاح منهم كان بأداة مختلفة؟ الرئيس السيسي بيقول دايما ان هو بيراهن على المواطن المصري ان هو قد التحدي. فهو مش بيقول الكلمه دي من فراغ. تمام. يعني قد ايه كان الرئيس السادات برضو بيتكلم ان انا عايز يعني الشعب عايز يحارب. صحيح. الجنود على الجبهه عايزين يحاربوا. نعم. فكانوا هم دول الداعم للقياده السياسيه في ان هم يحاربوا. نعم. المصري يعني لما هو كان ايام عبد الناصر وبعد رئيس جمال عبد الناصر وبعد الهزيمة، هو برضه هو ما كانش بيراهن على حد غير على المواطن المصري. صحيح. لما قالوا شدوا الحزام وقال الكلام ده، لا، هو المواطن المصري عنده صلابة غير عادية. بيتحمل كل الأعباء. يعني في ناس كانوا بيراهنوا أن المشكلة الاقتصادية اللي مرت بمصر ممكن كانت تأثر على المواطن المصري وأن هو يبقى فيه ثورة جياع والكلام ده، لكن احنا ما شفناش الكلام ده. صحيح. المواطن المصري هو الداعم للقيادة السياسية. ويعني يمكن الرئيس السيسي دايما بيتكلم في النقطة دي ان هو لولا الشعب المصري هو ما كانش هيقدر يعني ان احنا نكمل المسير. صحيح. فهو دايما يعني لان هو الرئيس السيسي واحد مننا يعني. احنا ما بنحسش ان هو يعني، لا، هو واحد مننا حاسس باوجاعنا وحاسس بقوتنا. فيعني يمكن انا بتكلم بقوتنا على اساس ان احنا مصريين كلنا. صحيح. كلنا مع بعض ايد واحده. يعني ما فيش عندنا حاجه اسمها ازمه او شده او ان هي ممكن تفرقنا. صحيح. بالعكس. صحيح. احنا بنتحد لما يبقى في عندنا اي ازمه. صحيح. بالعكس بنكون قوه في مقابل يعني شعوب في دول تانية بتقوم بثورات وبتقوم، لكن احنا لا، الشعب المصري هو شعب يعني ايد واحده زي ما احنا بنقول. صحيح. ورا قيادته ورا جيشه ورا شرطته. فاحنا ما بنراهنش على المواطن المصري لان احنا متاكدين ان المواطن المصري. صحيح. هو الداعم. صحيح. سينا دكتوره رغم ان هي يعني ظلت فترات طويله خاويه، يعني خاويه على عروشها من بعد ما استلمناها في 82، الرئيس السيسي خد قرار ان هو لازم ينطلق في طريق التنميه، وجنب التنميه كان في طريق اخر بيسلكه موازي يعني اللي هو القضاء على الارهاب. وطبعا لو في ارهاب احنا مش هنقدر نحقق التنميه. شايفه زي حضرتك ازاي قدرنا احنا كمصريين نحقق المعادله الصعبه دي، ان احنا نحارب الارهاب من ناحيه وكمان نقيم مجتمعات جديده في سيناء وننطلق بها هذه الانطلاقه؟ هو أنا دايما أقول الرئيس السيسي عمل إنجازات 100 سنة في 10 سنين. الرئيس السيسي يعني كون، مش هنقول بقى جمهورية جديدة، ده هو عمل يعني، هو فعلا زي ما حضرتك بتقولي هو كان بيحارب الإرهاب في جبهة وبيحارب في جبهة تانية، جبهة التنمية. صحيح. احنا لو اتكلمنا دلوقتي على الإنجازات اللي حصلت في مصر كلها احنا ما نقدرش نحصيها. طبعا. يعني سواء في كهرباء، في مدن جديدة، في مدن ذكية، في مشروعات تنموية، في مشروعات في التكنولوجيا، في يعني كل حاجة الرئيس السيسي حاطط ايده في كل حاجه في البلد. مشروع 1.5 مليون فدان، مشروع يعني كل حاجه، يعني زراعه، صناعه، تجاره، كل حاجه احنا بنشتغل فيها. احنا لو اتكلمنا على سيناء، احنا دلوقتي لسه يعني بيفتتحوا رفح الجديده. مدينه تكنولوجيه جديده. لو احنا بنتكلم عن سيناء، انا عندي مدينه سلام مصر اللي هي في شرق بورسعيد، عندي المنطقه الاستثماريه في محور قناه السويس، عندي كمان عندي اسماعيليه الجديده، عندي حاجات كتيرة قوي يعني نقدر نقول عليها في سيناء. يمكن النقطة الأهم على الإطلاق إزاي سيناء ظهرت على مستوى العالم في إنها تفتح معبر رفح
وتقدم ملحمة. يعني ان احنا بنتكلم على 300 شاحنه يوميا بتدخل، بنتكلم على مطار العريش استقبل 1000 طياره اغاثه، بنتكلم على يعني احنا بنتكلم يعني يمكن امين العام للامم المتحده لما جه مصر ورئيسه المفوضيه للاتحاد الاوروبي بيتكلموا عن قد ايه مصر يعني قدرت تعمل منطقه لوجستيه ان هي تحتوي كل البضائع دي وتحتوي كل القطارات دي. في ان يعني احنا بنتكلم في بقعه من سينا برضو، بنتكلم ان هي قد ايه فخر لينا، بنتكلم عن حتى اهل سينا ازاي هم داعمين لاهلنا في فلسطين وازاي ان هم بيستقبلوهم حتى المصابين، صحيح، ازاي ان هم محسسينهم ان هم جوه بلدهم. فمصر هي الام، يعني صحيح. لو احنا بنقول مصر ام الدنيا، مصر هتلاقيها في كل مكان طبعا، مش هنقول بس في سينا، احنا هنلاقي يعني احنا عندنا 9 مليون شقيق، صحيح، ف يعني سواء من اليمن، من العراق، من ليبيا، من الصومال، من فلسطين، سوريا، السودان. فاحنا بنتكلم عن ان مصر احتوت كل الاشقاء في دول العالم، صحيح. فهي ملحمه، يعني احنا بنتكلم على اذا كنا بنتكلم على سيناء دلوقتي فاحنا بنتكلم في ملحمه. سيناء قدرت يعني بعد 42 سنه تثبت برضو للعالم ان قد ايه اسرائيل لما كانوا بيقولوا ان معبر رفح مقفول من الجهه المصريه، وبعد المنظمات الدوليه بدات تيجي، الهلال الاحمر، الصليب الاحمر، والامم المتحده، فطبعا مصر فتح المعبر. هي المشكله عند اسرائيل، قال المعبر ما اتقفلش ولا لحظه. احنا يعني اذا كان في بعض المروجين لهذه الشائعات، لكن الحقيقه اللي على الارض انه احنا من ناحيتنا، من رفح اللي من ناحيتنا، احنا مفتوحة، الدنيا مفتوحة، بس المشكله طبعا في رفح في المقابل الاخر. يعني احنا بنتكلم على ان مصر يعني فعلا هي الداعمة والمساندة لكل الأشقاء العرب في أي مكان كانت وستكون. دكتورة هبة، لما احنا بنتكلم عن التنمية في سيناء، يعني بنتكلم عن عامل بيشتغل، أيدي عاملة بتعمل، وإحنا غدا إن شاء الله بنحتفل بعيد العمال، كل سنة وكل عامل مصر بخير إن شاء الله. أهمية التكريم بالنسبة للعامل المصري تكمن في إيه بالظبط؟ هو أنا هقول حضرتك، هو بالنسبة لعيد العمال، بالنسبة للعامل المصري، أنا بعتبرها كل يوم هو عيد، اللي حصلت في العاصمة الإدارية الجديدة، فهدي بسواعد مصرية. الإنجازات اللي حصلت في ربوع مصر كلها ده عامل مصري، صحيح. موضوع تطوير العشوائيات فهو العامل المصري. فأنا بقول هو العامل المصري مش واحد خمسة بس هو كل سنة وانت طيب، لا، ده انت كل يوم وانت طيب. لأن العامل المصري هو اللي شايل مصر على كتفه في كل المجالات. فيمكن ما بقول حضرتك يعني هو فرصة اللقاء ان احنا في كذا عيد، صحيح. فكل سنة كل يوم العامل المصري بخير. العامل المصري اللي دايما بيطور ودايما داعم لمصر، وعلى فكره ما بيستناش تكريم، صحيح. يعني صحيح. العامل المصري هو بيشتغل عشان هو بيحب يشتغل، متقن جدا لعمله. العامل المصري لو حطيتيه في اي مكان بمقارنه باي عامل تاني هو هيثبت جدارته، صحيح. مش محتاجين ان احنا نقول له شكرا، صحيح. طب ما تعالي انا وانت نقول له شكرا بطريقتنا الخاصه. نقول لهم شكرا على طريقتنا. وعزم الضوء، المصنع زي المدفع لازم يطعم.
هرجع مرة تانية لضيفتي الكريمة دكتورة هبة. دكتورة هبة، يمكن حضرتك قبل الفاصل كنت بتقولي ان العامل المصري بيتميز عن اي عامل اخر في اي مكان في العالم. ايه المميزات او الميزة النسبية الموجودة عند العامل المصري وربما ما تكونش موجودة عند غيره؟ انا يعني انا اخدت بالي بس من كلمات الاغنيه، بيقول لك المصنع زي المدفع لازم يدور. ففعلا المصري يعني هو على طول شغال، دايما حامل سلاحه يعني يعني هو على طول شغال. فالعامل المصري بيتميز، يعني انا زي ما اقول لحضرتك، هو متقن جدا لعمله ومخلص جدا لعمله، زي ما بيقولوا صنايعي. فهو مش محتاج ان هو، يعني احنا شايفين يمكن المدارس الصناعيه بقت تكنولوجية دلوقتي، شايفين تطور حاصل برضو في يعني ان احنا نطور العامل. لكن هو العامل بطبيعته، احنا مش هنقول العامل بس، احنا بنقول المواطن. يعني المواطن المصري هو اهلنا. فأنا شايفة أبويا أخويا بيشتغل إزاي، بيحافظ على قرشه إزاي، بيحافظ على، يقول لك أنا أجيب مال حلال. فهو ده المواطن المصري. صحيح صحيح. إن هو دايما بيحافظ على اللقمة الحلال، اللي يقول لك ما دخلش لقمة حرام على أولادي. صحيح. فهو ده الدافع الأساسي، إن هو بيشتغل وبيتقن عمله عشان حتى يبقى واجهة مشرفة لأولاده. صحيح. فهو ده الداعم. يعني هو ده اللي بيخليه يختلف عن أي عامل في أي مكان آخر. حتى بنلاحظ دايما لما بيبقى فيه مطلوب عمالة في بعض البلدان العربية على سبيل المثال، فبيبقى دايما مطلوب من ناحية المهارة يعني أو الحرفية العامل المصري، حتى دايما بتتحط الجنسية جنبه يعني. أنا بس عايز أسأل حضرتك في النقطة دي، يعني أنا أفتكر حتى لما كنا بنقرأ في كتب التاريخ يا دكتورة، أفتكر في فترة محمد علي كان دايما يتكلموا عن انه ابرز العمال المهره اتخذوا من هنا وراحوا الاستانة عشان خاطر يعني يقدموا عطاءاتهم دي للدوله العثمانيه وقتها يعني. فعايز اعرف من حضرتك، هل فكره العامل المصري دي فكره العامل المصري الشاطر المطلوب ده موجوده من زمان، ولا هي بس في العصر الحديث والمعاصر يعني؟ هو احنا لو قلنا ان العامل المصري هو اللي حفر قناة السويس قبل، هو اللي حفر قناة السويس بعد. صحيح. لو احنا بنتكلم من 1869 وبعدين 2015، فاحنا بنتكلم هو نفسه العامل، هو اللي حفر قناة السويس، ده هو اللي حفر القناة دي. القناة. صحيح. احنا كمان بنتكلم عن حفر القناة يعني هي في سنة. اذا كنا احنا حفرنا قبل كده في 10 سنين، فاحنا حفرنا في سنة. صحيح. فالعامل المصري لما يعني بيبقى عنده مجال التكنولوجيا، مكان التطور، بينجز عمل على افضل وجه. نعم. احنا عندنا مصانع كتير وصلت للعالميه. يمكن عندنا المنطقه الاستثماريه بورسعيد كلها قايمه على عماله مصريه. صحيح. وعلى فكره المصانع دي كلها تقريبا بتصدر على طول، المينا مفتوحه من المصنع لبره. احنا دلوقتي عملنا شراكات كتيره مع الاتحاد الاوروبي. فمعنى امريكا او الاتحاد الاوروبي لما يجي ياخد مني منتج، فهو متاكد ان المنتج دوت صالح 100%. صحيح. والمنتج دوت هيقدر ينافس بيه عالميا. فانا بالنسبه لي انا شايفه احنا لسه رئيس الوزراء لسه مفتتح دلوقتي برضو بورسعيد في المنطقه الصناعيه مصانع الكاوتشوك، اللي هو بيعمل الكاوتش العربيه. الانتاج ده ما كانش موجود عندنا. صحيح. في مصر. صحيح. عندنا طبعا مصانع الملابس، مصانع المنتجات يعني الغذائيه. عندنا كمان احنا بنعلب سمك. يعني احنا مش عشان عندنا بحر وعندنا قناه، لا ده احنا كمان بنصدر. فبالتالي احنا عندنا مزارع سمكيه، الرئيس يمكن افتتح عدد كبير من المزارع السمكيه. فاحنا هو ده كل ده العامل المصري. ايوه صحيح. يعني ان احنا نوصل للعالميه بصنع في مصر. مصر دي حاجه جميله، هو ده اللي احنا ده هدفنا يعني. طب دكتوره، لو حاولنا نقيم المشروعات اللي حصلت في مصر، يعني حضرتك من شويه قلت لي انه اللي كان المفروض يتعمل في 100 سنه الرئيس السيسي عمله في 10 سنين. عايز حضرتك تضربي لي امثله ببعض ما قدم يعني في خلال السنوات او العشر سنوات او نقول السبع سنوات اللي فاتت تركيزا عليهم اكتر. ايه حجم المشروعات، تقييمك لحجم المشروعات اللي تقدمت في الفترة دي، وهل فعلا الخطوات اللي احنا ماشيين بها دي هي خطوات متسارعة، ولا كان ممكن نبقى في منطقة أفضل من دي، في ظل طبعا
حروب بتحصل حوالينا وفي ظل كورونا اللي مرت واللي اتدمر اي اقتصاد، ومع ذلك احنا منطلقين وماشيين للامام. يمكن المؤشرات الاقتصادية بعد أزمة كورونا بتؤكد أن مصر عدت من الأزمة بنجاح. الحمد لله. باقي الأزمات يمكن أزمة حرب الروسية، حرب غزة، السودان، ليبيا، كل دي بتؤكد أن المؤشرات في مصر، يعني إحنا لو ما كانش مؤشراتنا متقدمة ما كانتش كان هيحصل انهيار أكيد، كانش هيحصل استثمار زي رأس الحكمة. صحيح. ما كانتش الاستثمارات السعودية، يعني لسه الوزير لسه بيتكلم دلوقتي أن إحنا هنستقبل برضو استثمار كبير سعودي. صحيح. فمعنى يعني احنا بنهيئ الاستثمار ازاي؟ احنا بنتكلم في يعني عدد كيلوات وطرق كم غير عاديه. صحيح. ربط مصر كلها ببعض، سهل وزلل حاجات كتيره جدا. احنا بنتكلم كمان على يعني في الاستثمار الشباك الواحد، بنتكلم على جوهره التاج العاصمه الاداريه. يعني قد ايه كان في فتره الجمهوريه الجديده ورئيسه هو يعني الموكب بتاع يعني يوم التنصيب قد ايه كان مشرف. الناس حتى كانت بتسال هو يعني احنا في مصر صحيح ده كان حاجه فكانت حاجه مشرفه لمصر. جدا صحيح. حاجه كانت مشرفه. اي حدث على فكره دكتوره بقى بيحصل دلوقتي في مصر بقى بيتعمل زي ما المفروض يتعمل، يعني لما شفنا موكب المومياوات، لما شفنا افتتاح طريق الكباش، كانت حاجات عالميه. يعني ما هي هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. احنا ما بنتكلمش على الاصمه الاداريه الجديده بس، احنا بنتكلم على طريق الكباش في الاقصر، احنا بنتكلم على المؤتمرات والندوات الشباب وفي كل الجمهورية. احنا بنتكلم على ان مصر اتنقلت نقلة تانية. بقول حضرتك انجازات 100 سنة اتعملت في 10 سنين. حضرتك بتقول احنا يعني بنمشي بخطوات سريعة، احنا المفروض نمشي بخطوات اسرع. يعني الرئيس السيسي انا اعتقد ان هو عايز يوصل بمصر يعني الحاجة فوق اعتقد تخيلنا وتصورنا. صحيح. لان احنا في ظل الظروف دي كلها وقدرنا نوصل للي وصلنا له دلوقتي. بالظبط. قد ايه احنا يعني الرئيس السيسي ما بيروحش يفتتح ويعمل يعني بروباجندا، بيحط حجر الاساس. لا الرئيس السيسي بيروح يفتتح، بنكتشف ان في حاجه يفتتح افتتاح يعني على طول. صحيح. يعني احنا بنتكلم على مشروعات احنا ما نحلمش بيها، بنتكلم على انجازات احنا يعني بنغمض عينينا وبنفتح بنلاقي انجازات. فبجد يعني القياده السياسيه ليها، يعني يمكن الرئيس السيسي في الاول خالص قال انا ما عنديش يعني برنامج انتخابي ولكن انا بدرس مصر في 50 سنه. فتخيلي واحد بيدرس مصر في 50 سنه وبيخلينا نغمض ونفتح على مشروعات احنا موجوده على ارض الواقع. يعني صحيح. احنا بنتكلم دلوقتي على مشروع البيانات اللي هو لسه مفتتحه من يومين، بنتكلم على الحوكمه الحسابيه، بنتكلم على الكلام ده كله، التحول الرقمي. احنا الكلام ده كله على فكره يعني بورسعيد بالنسبه لنا بقت يعني هي محافظه اول محافظه رقميه على المستوى الجمهوري، اول محافظه تطبق عليها التامين الصحي الشامل، وكانت تجربه نموذجيه حقيقيه تستحق. يعني فهي الفكره في ان احنا فعلا احنا بنغمض ونفتح، عارفه يعني طرفه العين يعني. فبنلاقي انجازات بنفخر بيها. صحيح. بنحس ان احنا قد ايه مصر دي حلوه، قد ايه مصر دي يعني تستحق كل اللي بتعمل لها. طبعا مصر فعلا قد الدنيا وهتبقى قد الدنيا ان شاء الله باذن الله. تحيا مصر. تحيا مصر طبعا. طب في نهايه الحلقه انا عايزه منك ثلاث رسائل. عايزه رساله لاهل سيناء، رساله لعمال مصر في عيدهم، رساله للانسان المصري اللي ربما يكون احيانا يعني بيتافف او بيضجر او بيحس ان هو يعني عنده شيء من الملل للظروف الصعبه اللي احنا كلنا بنمر بيها، وفي المقابل عندنا مشروعات هايله بتتعمل. عايزه ثلاث رسائل للثلاث فئات دول. هو طبعا بالنسبه لاهلنا في سيناء يعني بحب اقول لهم ان انتوا فخر مصر. صحيح. انتوا اللي حافظتوا على الارض، وانتوا اللي واجهتوا الارهاب، وانتوا فعلا فعلا البوابه، بوابه الحمايه بتاعتنا. صحيح. انتوا ظهرنا اللي احنا بجد احنا كلنا بنحس ان احنا في امان طول ما انتوا في وسطنا. صحيح. وانتوا اهلنا. صحيح. دورهم كان واضح الحقيقه في مكافحه الارهاب. يعني على مدار التاريخ كله اهلنا في سيناء هم حمايه. صحيح. وهم دايما اللي بيدفعوا الثمن والله. فعلا. فاحنا بيكوا وليكوا. احنا كلنا داعمين ليكوا، وكلنا احنا مصر كلها مقدره جدا اللي انتوا بتعملوه، واحنا معاكوا ويعني كل سنه وانتوا طيبين. دايما بنفخر بيهم الحقيقه. يعني زي ما بيقولوا بقى ايه، الحمد لله على سلامتك يا سينا. صحيح. وارض الفيروز واغلى رمله على ارض مصر
مشروع التجلي الأعظم، يعني حاجة تحفة الحقيقة. لما راح قال لنا احنا صلينا ركعتين يعني في المكان طبعاً. المقدس. جميلة. فهنيئا ليك وأهل سينا يعني. وهنيئا لنا جميعا طبعا. طب دي رسالة أهل سينا، رسالة بقى للعمال في عيدهم. العمال في عيدهم أنا بقول لهم انتوا شايلين مصر فوق كتافكم، واحنا مقدرين ده. يعني كل إنجاز بيتعمل في مصر هو بإيديكم وبسواعدكم، وانتوا فخر لينا، واحنا من غيركم ابدا عمرنا ما هنحس بنسلم على العمال واحد واحد ويتصور معاهم. تقدير منه طبعا. حاسس بقيمتهم قوي طبعا. يعني احنا من غيركم برضو يا عمال مصر برضو احنا بندين لكم بكل معروف وبكل تطور وبكل حاجه جميله حصلت في مصر. اخر رساله لكل المصريين. كل المصريين كل سنة وإحنا طيبين كلنا في الأعياد، كل سنة وإحنا إيد واحدة، كل سنة وإحنا نتحمل مع بعض، بس اللي إحنا شايفينه هينقلنا نقلة تانية. كفاية إن الناس دلوقتي يعني بتشوف مصر بشكل أفضل. مصر بيكو، إحنا بنتكلم في 100 مليون إيد واحدة، فقد إيه قوتنا، قد إيه يعني ان احنا نكون دايما في ايد بعض وفي ظهر بعض، هنتقدم قوي، ومصر هتتنقل بينا كلنا لمكان تاني افضل، ومصر تستحق الحقيقه طبعا. بشكرك شكرا جزيلا، اطلاله جميله منك يا دكتوره، دايما بنحتاجها كل فتره كده، نقف ونسترجع بعض الذكريات وكمان نتكلم عن حجم الانجازات اللي تم في مصر. بشكرك ونورتينا كلماتك. ومصر كلها بألف خير. كل سنه حضرتك بألف خير. بشكرك جدا، وبشكركم ايضا مشاهدينا الكرام في نهايه حلقتنا النهارده، وغدا باذن الله لقاء جديد.